مدحت شلبي يحييكم من قناتكم العملاقة. ولا تحسس الخطى، لكن نتمنى بإذن الله أن تكون مباراة ممتعة، وتعليق بالتأكيد هيكون ممتع منك، لك بيلعبوا في منتخباتهم أوريدي. فبيحصل التوقف الدولي اللي بينتهي يوم الحد مثلا الدوري السعودي. بن دياز وسافيتش ومالكوم ميشيل الصربي وميشيل البرغري، هذا هو تشكيل نادي الرياض. ألعب ديدي اندونج، عبد الهادي الحرجين، براما توري واخوان بالطاقم أزرق فازرق فازرق، وعلى شمالنا الرياض أحمر في اسود فحم. شيء أرضية صغيرة يحطها بيتروفيتش في الشمال لمالكوم، مالكوم يرفع العرضية لكن في تسلل ويلمها، وعرضية مرة تانية بالدوسري ويطلعها من القلب تروح لمش. كانوا بيتابعوا معايا النهاردة الجلسة الجميلة، إن هيبدأ بميشيل لأنه ميشيل مين يلم كورته، أعتقد طلعت ما طلعتش ويروح لها على طول شمال، عايز يعدي سالم، عدى سالم خطيرة تضرب وتطلع يلعب يمينه سالم الدوسري، طبعا نصر ده موجود برضو لكن عرضية عالية خطير وهوب يا جميلة الخطير سالم الدوسري، الراجل بيحلق عليه وحاطط ايديه ورا ظهره حلو جدا، خطير سافيتش بيحطها في اليمين، عايز يعدي حط صالح نادي الهلال بالناحية اليمين. عبد الهلال خيبري الظهير الايسر لباريس، روبن نيفيز عرضية عالية معدية هوب ضربت في راسه ولسه يقدر، الكرة نازلة هي دي نفس الكرة، الكرة نزلت له هو اللي كان في الهجمة وهو اللي رجع قطع اللعبة. خطير عبد الهادي تأخر جدا، عرضتك في عرضية مرة تانية منتهى، رجع لغاية آخر نقطة في الملعب في الكادر اهو، النقطة دي من النقاط اللي سالم ما بياخدش حق عليها. مالكوم وفر ماله ولسه والعرضية وأخذ وعدى ولسه، لكن عمل معاه شوفة حلوة قوي ميشيل، عاملين جبهة جبارة سعود وميشيل ميشيل طويل قوي في الشمال لخالد من شوية عرضية عالية الناحية التانية أطول مني، حطها خطيرة ميشيل، حطها لسعود، ماشي سعود عرضية خطيرة وهوبا السفاح متروفيتش الصربي لعيب عظيم وهدف مسونا بيرفع ايده اليمين، وادي العرضيه العاليه العميقه منتهى الخطور تعدي هناك خالص عند اخوان مين الاسباني خرطه مره ثانيه وعلى شماله وعد خطير ومره ثانيه لنادي الهلال من بص يا جماعه مسونا بقول لحضراتكم افضل لاعب في نادي سافيتش مره ثانيه، روبن نيفيز ارضيه على منتهى الكفاءه لعيب كبير طبعا، وضربه حره مباشره لصالح ناوي قوي للشهراني، الشهراني يلم كورته والعرضيه العاليه الخطيره وبكعبه وهوب، وما زال الرياض يقاوم، وادي الكوره ضربت اقول راس الحربه ولعب ايضا في منتخب البرازيل ولكن مكانه المفضل اللي ابدع فيه ناحيه راس الحربه تحت المهاجم بحريه تامه مكان مالكوم، ومالكوم يبقى هو مكان ميشيل وبقيه التشكيل هيبقى جدا. عبد الهادي الحرجين طويله مقطوعه لسالم الدوسري طويله وخطير وماشي ومعدي وعرضيه منتهى الخط ناحيه اليمين لميشيل اخذ المرات الزبون وعدى بالخط خلاص الله اعلم، لكن ادي الشده الاولانيه اهي، وبعدين لو كملت اليمين وادي بصوا يا جماعه عدوا معايا ادي سبعه جوه ثمانيه جوه واحد على الاوبا وهوبا ولسه اكيد خسر، وادي استلام يا سلام بترقيص ضرب الجزاء ضرب الجزاء مش محتاجة حكم يا كابتن، أنا الحكم مفتري ميشيل في الواحد على واحد، قدرته على تغيير الاتجاه مرعبة الحقيقة، عشان كده أخذ الإشارة من المجري وداخل الصربي على الأوروجواني وهوبا طبعا قوية دون أدى حنية حلوة حطها في حتة والله لا كامبانيا ولا عيلته كلها يقدروا يعملوا فيها حاجة، قوية جدا وفي جانب الشبكة، والهدف الأول في الدقيقة 29 لصالح نادي الهلال بأقدام متروفيتش طبعا. طولت ميشيل هناك وأيضا سعود هناك هيشوط ماشي
مش هو اللي لعبها اصلا. تعتبرها دي شوطه؟ لا بمشيط الرشيق الحقيقه ناحيه اليمين اندونج طويله ناحيه شمال خطير خطير خطيره خطيره. فاول طبعا وفيها انذار طبعا 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 طبعا. هالانذار الاول في المباراه لسعود عبد الحميد. هنشوف مين داخل مين داخل مسين داخل مسونه. هيرفع يا رفع. كابتن 2-1 طويله وعاليه ومعديه تعديت اللي فاتت. وضربه حره لصالح نادي الهلال. داخلين على طبعا هنا انذار لانه كل جنسي احرام على بلابله. بلابله هي انديتنا الانديه السعوديه.